الأحبة متواصلين لكم، راح نروح إلى تهاني أعياد رأس السنة من المثنى مع فرح الجبوري. هكذا يطوي العام الفائت أوراقه لنفتح أوراقا جديدة من العام المقبل، عسى ولعله أن تتحقق أمنيات المواطنين الخاصة والأمنيات العامة بما يعني يخص البلاد والعراقيين. نتمنى أن نرى عاما مزهرا بالاقتصادي، بالإعمار، بالأشياء الجمالية التي تزيح بعض من العتمة التي أصابت البلد والعباد. هذا عام نأمل فيه أن تكون هنالك ابتسامات أكثر، أن نرى ضحكات ولا أن نرى دموع، نرى أفراح وألا نرى أحزان، تزدهر به محافظات العراق برمتها، لا سيما محافظتنا، أن نرى الآمال التي كانت مخبأة أو يعني مؤملة في الذوات أن تكون شاخصة وموجودة، الأمنيات التي تأجلت منذ سنوات لعلها أن تتحقق في هذا العام. نتمنى سنة خير وسعادة لكل العراقيين، وإن شاء الله توفيق زملائنا الطلبة، وإن شاء الله عندنا كأس الخليج هاي يوم 6/1، إن شاء الله بتوفيق المنتخب العراقي وكل المنتخبات العربية. نعايد كل العراقيين بأجمعهم ونقولهم كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله يا رب عام متحقق به مزيد من الأفراح والسعادة وتحقيق الأمنيات. كل عام والشعب العراقي بألف ألف خير، نرجو ونتأمل أن تكون هاي السنة سنة خير على الشعب العراقي، سنة خالية من الأحزان، من المأساة، من الحروب، وإن شاء الله يا رب تكون سنة خير وفرح على الجميع. نحن شعبنا العراقي، إن شاء الله سنة جديدة وخير على الشعب العراقي، آمين يا رب العالمين. كل التوفيق إن شاء الله طلابتنا الأعزاء، طالباتنا الأعزاء. نحن الشعب العراقي والأمة الإسلامية بحلول رأس السنة الميلادية وميلاد السيد المسيح، إن شاء الله يكون عام على العراقيين أفضل ما يكون، وإن شاء الله يكون كل تحقيق أطماح العراقيين، وإن شاء الله أفضل من الأعوام السابقة. نهني الشعب العراقي بحلول عام 2023 ليكون عام سعيد وجميل للشعب العراقي وخصوصا المجتمع الرياضي، ونريد من المسؤولين دعم القطاع الرياضي بالشكل الصحيح، وشكرا. نقدم أجمل التهاني والتبريكات للشعب العراقي بمناسبة حلول العام الجديد، ونتمنى لهم كل خير وموفقية إن شاء الله.